القصف المدفعي تواصل شرقي أوكرانيا مستهدفا الانفصاليين في مدينة سلافيانسك، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 7 آخرين. وأصابت القذائف عددا من المباني السكنية ومقهى ومركزا للاتصالات، إضافة إلى أنبوب لنقل الغاز. وفي هذه الظروف يعاني الأهالي نقصا حادا في المياه منذ أيام مع ارتفاع درجة الحرارة. على الصعيد السياسي، أطلق الرئيس الأوكراني الجديد بيترو بوروشينكو في كييف محادثات ثلاثية مع موسكو بهدف إنهاء المعارك شرقي البلاد بين القوات الأوكرانية والانفصاليين، والتي أدت إلى مقتل حوالي 200 شخص. وشارك في تلك المحادثات السفير الروسي في أوكرانيا والسفير الأوكراني في ألمانيا وممثلة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان بوروشينكو أعطى نفسه مهلة أسبوع لإنهاء تلك المعارك.